قال لك اودي درك حنا عندنا شي عائلات كما راك تقول كاين اللي عائله ديالك يسحروا عائله ديالك يحاربوا لي. شوف اولا ما سمي الرحم رحما الا لانه ينبغي ان يكون بينهم الترحم، لان الرحم هي اللي خلق الله الاولى وقالت له يا ربي هذا موقف العائذ بك من القطيع، قال الا تحبي ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، اذا لو وصلت للرحم وصلك الله تبارك وتعالى. المطلوب هو الانسان ان يصل رحمه، وقاطع الرحم سمى الله مفسد. قال تعالى في سوره محمد قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فافصمهم واعمى ابصارهم. اذا هذا هو الاصل، عمك ولا خالك خصك توصل. ولكن خالي هذا معصي الله بزاف. اولا كيف ما كان هذا عمك ولا خالك يخصك توصلوا، علاش اش توصل؟ يكون هذا التواصل وسيله لدعوته الى الله وتذكيره، ماشي تمشي تقاطعوا في المره الاولى، لا تمشي عنده تهضر معاه تدعي لسيدي ربي. الا كان ان شاء الله تبارك وتعالى ولا لسيدي ربي تربحوا انتم بزوج، الا ما ولاش لسيدي ربي زيد ابقى تدعيه تذكروا المره الثانيه المره بصح. الا هو قالها لك نيشان قال لك سمعت اخويا انا النار عارفها والجنه عارفها، كما قال لهم واحد قالوا راك تشوفوا في ذاك هذاك الكبش اللي راني انا كندير فواحد الفور وداير، قال له انا هكذا غدا نكون يوم القيامه وسعني جيب لي 500000 300000 ما تبغاش بغاشير شوا بشير جيب لي 500000. هذاك راه يقول لك انا صافي انا احكم على راسه. ذاك الوقت اقول له انا بريء منك اقاطعك في الله اقاطعك في الله، ولكن المقاطعه ينبغي ان تكون باذن الله تبارك وتعالى على حسب الجرم ديال الانسان. اولا هذا عمي ما يصليش نمشي عنده ولا ما يمشيش عنده؟ ما يصليش نمشي عنده؟ نمشي عنده لان ما يصليش بينه وبين سيدي ربي ندعيه وندعي له. ولذلك قال سيدي ربي وامره لك بالصلاه زيد واصطبر عليها دائما 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 وادعي له الله، لان الصلاه هذا ما كان حتى مشكل. الثاني يعصي الله ولكن المعصيه زيد الذر غير هو مثلا يكمي يكمي يشرب كذا ولا بصح تشرب فيه يكمي كذا، واش ما غادي دير؟ تدعيه وتبقى تتواصل معاه لان ما كيأذي حد يأذي راسه تبقى دائما هذا يأذي غيره. الثالث يأذي الناس بالمعصيه بحال اش مثلا مثلا كما يسحر يأذي الناس يشتت اه ربي هذا الدعوه تاعه خطر، لان هذه المعصيه لا تعود بالاثر السيعلي فقط تعود على من؟ على المسلمين. تقول له اتق الله راك تأذي المسلمين راك تشتت العائلات راك تدير كذا راك تتعامل بالسحر راك تكفر والعياذ بالله، اتق الله هذا ما نطولش معه. اذا رايت انه قد غلب وانتصر عليه الشيطان وصار عبدا للشيطان وانه من الصعب ان تنتشله من وحده، هذا تقول له انا لو كان غادي تزيد انا يا عمي ما انا ولدك انا لا اخرك على ذلك، بغيتني انا نتحمل المسؤوليه تاع الذنب ديالك وانت تاذي عباد الله. هذا. اما الرابع اللي ما نهضرش معاه هو اللي خرج على الناس هكذا وهو يسيء الى الدين، يقول لهم العلاقة الرضائية سيدي شكون قال لكم انتم هذه؟ شكون قال لكم هذه زينة؟ العلاقة الرضائية خصنا نحترموا ان شاء الله الحرية الفردية، بس الحرية الفردية والمرأة اللي بغات تمشي مع المرأة والراجل اللي بغى هذا لا أنتسب إليه. هذا الآن يحارب الإسلام. اللي يحارب الإسلام ما اسمه؟ اسمه هو؟ اسمه كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل الذين يحاربون الله ورسوله لو علم، كيقول سيدي ربي سبحانه عز وجل لا حول ولا قوة. هذا يعني كنت تسمع بدا الفقيه يقرا الآية في الناس هذول اللي كيحاربوا الإسلام، كيقول سيدي ربي سبحانه عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه تبرأ منه وش حرب الإسلام وتبقى قاعد معه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حوله كانوا آباءهم
او ابنائه او اخوانه او عشيرته، هذا يحاربوا الاسلام. اذا كان ربعه بحال اللي ما يصليش راني معاه ندعيه وندعي له الله ما نقطعش معاه. الثاني شكون هو؟ هو اللي ان شاء الله المعصيه تولي عليه يدخن كذا كذا نبقى معاه وندعيه. الثالث ياذي الناس واحد الاذى كبير، هذا نقول له نقول له نقول له الى تغلبوا غلبوا الشيطان نقول له انا باري منك. اما الرابع اللي ما عندي ما حتى موقف الا المقاطعه هو الذي يحارب الدين. والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله على حبيبنا محمد.